في مدرسة شمسي لفنون الطبخ يستمر التكوين عامين. السنة الأولى مكرسة للدراسة، حيث يتعلم الشباب اللغات وأمورا تتعلق بتكوينهم. وفي السنة الثانية يمكن للطلاب انتقاء التخصص الذي يعجبهم، ولديهم الفرصة لدراسة الطبخ العالمي والطبخ المغربي والحلويات المغربية والحلويات الفرنسية وخدمة الفندقة. هذا النوع من التكوين لم يكن من قبل متوفرا إلا في مدارس ومعاهد الفندقة والمطاعم. اليوم نجحت هذه المدرسة في إنقاذ عدد كبير من شباب سلا، وسمحت لهم بالحصول على شهادة التخرج والاستقرار الاجتماعي. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها المدرسة، إلا أنها تحافظ على محيط ملائم للشباب، حيث يبذل جميع موظفي المدرسة قصارى جهدهم لتغيير مستقبل شباب أكفاء ينتظرون أن يتم اكتشافهم. تقول السيدة عزيزة طارق المساعدة الإدارية في مدرسة فنون الطبخ إن هذا التكوين بمثابة نافذة أمل بالنسبة للأطفال. بفضل الجمعية تمكنا من إنقاذ الشباب السلا. حاليا جميع الشباب المنطقة تقريبا ذو تكوين ولهم مستقبل. تعتمد المؤسسة على فريق مكون من مرشدين وأساتذة يدربون ويشرفون سنويا على العشرات من الشباب، حيث هنالك مسؤول عن كل ورشة عمل يتبع برنامجا مخصصا طوال فترة التكوين. وفي هذا الصدد تعرب السيدة خديجة إحدى الطهات المعلمين في المدرسة عن رضاها عن العمل الذي يقوم به طلابها، وتتحدث عن إرادتهم لتعلم أشياء جديدة كل يوم. الدراري عندهم رغبة. لدى التلاميذ رغبة كبيرة في التعلم، لقد لاحظت تحسنا كبيرا في عملهم منذ بداية تكوينهم حتى الآن. يمكنهم الطبخ وتحضير الحلويات وحدهم الآن. لقد أنقذناهم، الآن يمكنهم العمل وبدء حياتهم المهنية. هؤلاء الشباب الذين كانوا يوما ما بدون أدنى فكرة عن مستقبلهم هم اليوم حاصلون على شهادات تخصص. ليس هذا فقط، بل بمجرد حصول التلاميذ على شهاداتهم تبذل المدرسة قصارى جهدها للبحث عن وظائف لهم في الفنادق والمطاعم لتفادي ضياعهم. عندما لم يكن لدي أي شيء أقوم به سوى الجلوس في البيت طوال الوقت، لم يكن لدي أي فكرة عن مستقبلي. ولكن بعد تسجيلي في هذه المدرسة لتعلم الحلويات الفرنسية، صار لدي أحلام وأهداف لتحقيقها الآن. تركت مدرسة ولم أكن متفائلا بشأن ما سأفعله في المستقبل. يساعدني انضمامي إلى مدرسة فنون الطبخ التي منحتنا فرصة لتكوين أنفسنا واكتساب خبرة في مجال الطبخ. فيما يتعلق بتمويل المؤسسة، مصدره الاتفاقيات الموقعة مع مجموعة من المنظمات كالتكوين المهني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجمعيات الخيرية وغيرها من المنظمات غير الحكومية. وبفضل هذا التمويل يمكن للمدرسة توفير المعدات والمكونات اللازمة للطبخ وكل ما يلزم لتكوين التلاميذ.